عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكون بخير وبصحة وسلامة. اليوم الفلوج راح يكون سبا داي زي ما شفتوا في عنوان الفيديو. اليوم الفلوج عبارة عن دلع واسترخاء وعناية، فراح اشارككم بعنايتي وروتيني في العناية في البيت باقل التكاليف وباقل المجهود. العناية في البيت ضروري يا بنات تدلعوا نفسكم مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، تهتموا ببشرتكم، بشعركم، بجسمكم. حتحسوا بالاسترخاء طبعا، النفسية حتعلى، يعني إذا كنتم متضايقين من شيء أو حاجة فالنفسية دائما تتعدل لما تهتموا بنفسكم، تكون بشرتكم كويسة. ويعني خصوصا إن احنا دائما نحط مكياج ونستشور شعرنا ونسوي ويفي، فمع كثر المكياج والحرارة فضروري انكم تهتموا ببشرتكم بشعركم، خصوصا انه احنا البنات نحب نحط مكياج، احيانا ننام من دون ما نشيل المكياج. الشعر يعني الشعر مسكين يتعرض لدرجة حرارة عالية، فلازم ان احنا نعتني في البشرة، في الشعر، بالجسم، عشان لنفسنا. هذا اول شيء، يعني مش عشان اي احد. مو تستنى البنت انه لما تتزوج اوكي راح اهتم بنفسي واسوي ماسكات، لازم قبلها لازم ضروري تهتمي لنفسك. يعني انت حتحسي نفسك اصلا حلوة بدون مكياج، حتحسي بشرتك كويسة. كل ما اعتنيتي ببشرتك راح تظهر هذه راح تظهر النتائج. الاعتناء اذا اهتميتي بنفسك واهتميتي ببشرتك راح يجي يوم اصلا ما راح تحتاج انك تحط كريم اساس عشان تخفي الحبوب او النمش او اي كان، لانه العناية بالبشرة تحتاج وقت، تحتاج استمرار. ما ينفع تحطي ماسك مرة واحدة وخلاص تهملي بعدين، يعني لازم تستمري عشان تشوفي النتائج. وراح يجي يوم صدقيني راح تحبي شعرك، راح تحبي بشرتك بدون اي مكياج. اهم شيء انكم تستمروا، الاستمرار هو يعني اهم مفتاح لكل شيء في الحياة. فاذا كنتم مستعدين قبل كل شيء عارفين ايش لازم تسووه، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لي لايك واكتبوا تعليقاتكم تحت بالفيديو. اي ماسكات عجبتكم اعطوني افكار لماسكات انتم تسووها لبشرتكم وتشوفوا النتيجة جبارة منها. اكيد انا احب اسمع رايكم وممكن كمان انا استفيد من تجاربكم. واذا كنتم مستعدين داباي. اول شيء بالسبا داي طبعا الوجه عندي يحظى باهتمام كبير جدا، يعني مش بس سبا داي، دائما في الاسبوع مرتين ثلاث مرات لازم اسوي اي ماسك، سواء كان ماسك طبيعي او ماسك يعني جاهز. وكمان العناية الليلية جدا ضرورية انكم تشيلوا المكياج، ممنوع تناموا بالمكياج، لانه اذا نمتوا بالمكياج راح تنسد المسام وبالتالي بتطلع لكم حبوب، فضروري انكم تشيلوا المكياج، تهتموا بالكريمات، الترطيب، الترطيب اهم شيء. المهم اول شيء احب اسويه اشيل المكياج كله. بعد ما شلت المكياج كله احب اغسل وجهي بال فاول شيء بعد ما تشيل المكياج طبعا حتى لو شلتوه بالوايبس ولا بالمزيل المكياج دائما تبقى اثار المكياج، فضروري انكم تستخدموا غسول. بالنسبه لي احب استخدم هذا الكلينزنج ميلك. بسم الله حتى الرجال يسوي ماسكات ما فيها شيء، عادي، الموضوع جدا عادي، والعكس هذا شيء حلو ان الرجال كمان يهتم بنفسه. زي ما انتم شايفين احب استخدم هذا الكلينزنج ميلك اللي هو حليب، مش عارفه بالعربي كيف اسمه بالضبط. المهم اي غسول عندكم عشان تضمنوا انكم تشيلوا بقايا المكياج اللي ما شالها الوايبس. اوكي بنات، وكمان بقول لكم شغله، اذا تبغوا تنشفوا وجهكم بالمنشفه بلاش حركات هذه القويه، لانه البشره جدا حساسه، ممكن بالمستقبل انه هذا يسبب انه تطلع لك تجاعيد. فلما تستخدم المنشفه وتنشفي وجهك طبطبه بهذه الطريقه عشان يمنع تكوين التجاعيد. وبعد ما شلت المكياج بالكلينزنج الان راح اصنفر وجهي. ضروري انكم تصنفروا على الاقل، تصنفروا ما ادري، تصنفروا وجهكم على الاقل مره في الاسبوع، لان هذا يساهم انه اذا بقيت اي جلد ميت، اي خلايا مقفله، اي مسام مقفل، السكراب راح يساعد انه نفتح المسام، نشيل الجلد الميت عشان لما نحط ماسك البشره تستفيد منه بشكل اكبر ويتغلغل المسام بشكل اسرع. فسكراب ممكن تستخدموه بيدكم يعني عادي ما في اي مشكله، لكن انا افضل الفرشه، تعرفوا الفرشه الدائريه اللي تجيكم، هذه تنظف الوجه بشكل اعمق وافضل، لانها تسوي
فهذه الفرشة تنظف الوجه بشكل أعمق وأفضل من اليد. وزي ما وريتكم أنا أحب أستخدم هذه الفرشة، هذه الفرشة مصنوعة من السيليكون وتسوي دبدبات، فهذه الدبدبات تسوي تقريبا 8000 دبدب في الدقيقة، فهذا يساهم انه يطلع كل الوسخ اللي داخل المسام، فبهذه الطريقة هي تكون افضل من التنظيف باليد. لكن اذا ما عندكم فرشة او السيليكون عادي مو مشكلة، ممكن باليد تسوي سكراب. السكراب اللي عندي من ناتشرال اورجانيكا، هذا سكراب جدا ممتاز بالفواكه، انتوا تقدروا تسوي سكراب حتى بالبيت، تسوي سكر مع زيت الزيتون او قهوة مع سكر وزيت الزيت، فاي سكراب راح يفيد. اهم شيء انكم تقشروا الجلد وما تسووا سكراب اكثر من مرة في الاسبوع. اوكي بعد ما صنفرنا البشرة الان لازم نفتح المسام عشان لما نحط ماسك زي ما قلت لكم يتغلغل البشرة بشكل افضل، تستفيد منه البشرة بشكل اسرع. بالنسبة لي انا كنت اسوي اللي هو اجيب قدر احط فيه موية حارة احطه على النار، ولما تتبخر الموية اوقف عند النار، بس صراحة الطريقة بالنسبة لي شوية صعبة وخطرة كمان بنفس الوقت، يعني لا سمح الله قدر يطيح ولا شيء. ولما كنت مرة من المرات عند اخصائية تنظيف البشرة قالت لي انه هذه الطريقة كمان مش مرة كويسة انك تعرضي البشرة لحرارة وبخار، فنصحتني بطريقة افضل انه اجيب اي منشفة واكب عليها موية حارة وبعدين اعصرها وهي حارة احطها على وجهي عشان تنفتح المسام بدون ما اتعرض للبخار. ونحن بروسيا عندنا ما شاء الله الموية حارة من الصنبور على طول تنزل لكم غليان، فانتوا ممكن تسخنوا موية تحطوه بالمنشفة اي منشفة. المنشفة اللي عندي هذه مايكروفايبر، هذه خاصة لازالة المكياج، بس تبللوها بالموية وتشيل لكم المكياج بس، فانا استخدمها عشان اسوي هذه الحركة انه ابللها واحطها وهي حارة على وجهي عشان تتفتح المسام. كمان راح تشوفوا انه بشرتكم قاعدة تحمر وتصير حمراء، هذا الشيء كويس، هذا معناته انه الدورة الدموية تتدفق البشرة، ولما الدورة الدموية تتدفق معناته دم اللي يوصل قاعد يزود البشرة بالاكسجين وكل العناصر المهمة مثل الكولاجين عشان تشد البشرة ويمنع تكوين التجاعيد. طبعا طريقة المنشفة هذه ما تسوي مرة واحدة لانه المنشفة تبرد على طول، فحاولوا تبللوا المنشفة كذا مرة، انا بللتها 3 مرات لين ما تأكدت انه خلاص المسام اقدر اشوفها من كثر ما هي مفتوحة. اوكي بعد ما تفتحت المسام ايش يعني؟ يعني ازالة الرؤوس السوداء راح يكون اسهل بكثير من انه لما تكون المسام مقفلة، فهذا افضل وقت انكم تشيلوا اي رؤوس سوداء على الخشم على الذقن على الجبهة. الجهاز اللي عندي اسمه Cleansing Instrument، هو عبارة عن جهاز صغير يجي مع عدة رؤوس يسوي زي المكنسة، تعرفوا المكنسة لما تشفط هو نفس الشيء، يعني بدل ما تستخدموا اللصق اللي تنحط على الخشم وبعدين تخلوها وتشيلوها وتنزلكم الرؤوس السوداء، هذا يشتغل بنفس الآلية بس بالشفط، بدل ما تستخدموا هذه اللصقات تقدروا على طول تستخدموا الجهاز، يجي عنده 4 رؤوس مختلفة، طبعا كل راس له قوة شفط معينة، الراس الكبير يعني الشفط اللي فيه صراحة مو طبيعي، يخلي البشرة كلها حمرة من كثر ما يشفط كويس. راح اوريكم الان على يدي، شوفوا كيف قاعد يشفط الجلد، فهو يشفط الجلد ولما انتو تسحبوه هو لما انتو تسحبوه بيدكم، طبعا انتو حطتوه على يدكم وهو الان شفط الجلد، لما تسحبوه بهذه الطريقة هو يسحب الرؤوس البيضاء أو السوداء اللي كان. جهاز جدا جدا ممتاز، أخذته من Shein، طبعا بتلاقوه في كل المواقع، بتلاقوه بأمازون بعلي إكسبرس بShein أي كان، حتى ممكن بالصيدليات تلاقوه، أنصحكم فيه جدا ممتاز ويغنيكم عن لصقات إزالة الرؤوس السوداء، تقدروا تستخدموه على الوجه كامل مش شرط بس الرؤوس السوداء، تقدروا تستخدموه عشان تشيلوا أثار المكياج، تفتحوا المسام، تشيلوا الغبار، تشيلوا الجلد الميت على الوجه. وطبعا بعد ما سويت الكلينزينج نظفت البشرة كلها عشان الآن أقدر أحط الماسكات، طبعا لأنه عندنا الشتاء، وقت الشتاء عندنا يصير جفاف مو طبيعي، الشفايف تبدأ تتقشر، الجلد يتقشر، يعني عندنا في الشتاء لازم كريم في كل مكان، في المطبخ، في الممر، في أي مكان يمشي لازم نحط كريم لأنه البشرة تصير مرة جافة. وهنا بعد ما نظفت بشرتي وسويت لها تقشير وكل شيء ما ننسى الشفايف، الشفايف يعني بارت جدا مهم من الوجه، لازم يكون دائما
يعني مرطب، يكون ما في له قشور، ما في له جلد ميت، فضروري انه نقشر الشفايف، جدا جدا ضروري. سكراب زي ما انتم شايفين عندي من صنع البيت، جدا سهل. اخذت علبه صغيره حطيت فيها سكر مع قرفه مع زيت جوز الهند وبس، وهذا هو سكراب صار جاهز. تاخذوا منه شويه، تسووه حركات دائريه على شفايفكم، تفركوها لمده 5 دقائق. اول شيء الترطيب اللي بعد هذا سكراب يكون مو طبيعي لانه من زيت جوز الهند، وكمان يشيل كل الجلد الميت، يشيل التشققات، فجدا ممتاز انصحكم. وضروري انكم تسووا تقشير للشفايف عشان كمان تحافظوا على لونها. وبعد ما نظفت البشرة وتأكدت انه المسام مفتوح عشان تستقبل كل الماسكات وتستفيد منها بشكل ممتاز، اليوم راح استخدم معاكم اول ماسك اللي هو راح يكون ماسك الصابون. طبعا هذا الماسك مصنوع، هو زي الشيت ماسك، لما تحطوه على وجهكم تبدأ الرغوة تطلع، تحطوه على وجهكم لمدة 15 دقيقة لما تلاحظوا ان الرغوة خلاص صارت مالية الوجه بهذا الشكل. طبعا هذه الماسك ماسك البابلز، مرة عجبني صراحة. المهم بعد ما حطيت الماسك زي ما انتم شفتوا كيف الرغوة بدأت تطلع، بمجرد ما حطيته يسوي صوت كده على الوجه طول الوقت 15 دقيقة وانا حاطته، كان يسوي هذا الصوت الرغوة، الصوت مرة حلو يعني استرخاء على الاخر، ماسك ينظف لكم البشرة والصوت يخليكم تسترخوا. فاذا عندكم هذا الماسك انصحكم جربوه، انا بالنسبة لي حبيته جدا جدا جدا. بعد ما تخلصوا الماسك وتشيلوه سووا سووا حركات دائرية على البشرة، وبعدها شيلوه بالموية وحتصير البشرة تلق لق نظيفة نظيفة نظيفة. اوكي الان راح ننتقل لأحلى بارت عندي، هو صنع الماسكات في المنزل. يعني انا جدا جدا استمتع لما اسوي ماسك في البيت اكثر من لما اشتري، واحب احطه على البشره وعارفه ان البشره راح تستفيد منه اكثر بما انه مكوناته كلها طبيعيه. بس برضه ماسكات اللي موجوده في السوق الان جدا ممتازه، وفي كثير منها اورجانيك وطبيعيه وتؤدي الغرض. اذا كنتم مستعجلين طبعا تحطوه على بشرتكم 10 دقائق 15 دقيقه تشلتوه وخلاص. بالنسبه لهذا الماسك، الماسك هذا يعطي نضاره مو طبيعيه للبشره، جدا ممتاز. بالنسبه لمكونات الماسك جدا سهله، موجوده في كل بيت. اذا ما عندكم افوكادو عادي ومش لازم تحطوه، انا بما انه عندي فحطيته على البشره، لان الافوكادو فيه احماض دهنيه جدا ممتازه ودهون صحيه للبشره. بالنسبه للمكونات، اول شيء راح تحتاجوا خيار، عندي هنا خيار مع قشره، راح تحتاجوا زيت جوز الهند، راح تحتاجوا افوكادو، عندي هنا ملعقه كبيره من الافوكادو، راح تحتاجوا حليب مجفف، اذا ما عندكم حليب مجفف تقدروا تحطوا حليب سائل، راح تحتاجوا ملعقة صغيرة من العسل، وراح تحتاجوا شوفان مطحون. ممكن تحطوا شوفان عادي، بس بالنسبة لي الشوفان المطحون أفضل، لأنه زي ما انتم شايفين الآن حوريكم المقارنة بين الشوفان العادي، شوفوا الحبيبات كيف كبيرة، فلما تكون حبيبات الشوفان كبيرة ما تمسك على البشرة وتتزحلق، وكمان صعب انكم تسووا تقشير بها لانها مره كبيره. اما شوفوا الفرق الان لما طحنتوه، لما طحنتوه شوفوا كيف صار زي الدقيق، فهو ممتاز لانه يتغلغل البشره بشكل افضل، تقدروا تسووا سكرابي بشكل اسرع، وكمان ما يتزحلق من الوجه. راح تحتاجوا خلاط عشان تخلطوا كل المكونات وتجانس مع بعضها، وحطيت كل المكونات والان حان وقت الهرس، هرس هرس، نهرسهم كلهم مع بعض بشكل جدا ناعم، وطلع الماسك جدا 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 ممتاز وقوامه رائع. هذا هو الماسك زي ما انتم شايفين، الان راح احطه بصحن، عندي صحن خاص الماسكات جدا ممتاز، يجيكم مره رخيص، يجي معاه صحن وثلاثة ملاعق ويجي فرشة وتجي زي سباتشولا وتجي معاه اسفنجة، جدا جدا ممتاز. اذا انتم يعني يسهل لكم حتى انكم تسووا ماسك لانه كل الادوات بباكيج واحد ومرة سعره رخيص. وبعد ما خلصنا من ماسك الوجه وكل العناية بالوجه، الان حان وقت الشعر، الشعر ثم الشعر. يعني صراحة أنا شعري يصيح لأني صبغته في حياتي يعني بدون أي مبالغة يمكن أكثر من 25 مرة، وفي تقريبا خلال شهر مرة من المرات صبغته 6 مرات، ومن ضمنها كان 4 مرات سحب لون، تخيلوا في شهر واحد. يعني الحمد لله على
اني اكتشفت هذا الماسك، لانه لولا هذا الماسك مش عارفه كيف راح يكون شعري. شوفوا الان شعري هذا طبعا بعد ما تروشت واستشورته هوا بس، يعني ما سويته لا مكوى ولا استشوار ولا شيء. شوفوا اللمعه اللي فيه. طبعا انا شعري من النوع اللي ما يطول بسرعه، هذا عندي مشكله ومن انا صغيره، ما ادري السبب ايش بالضبط، لكن شعري مره ما يطول بسرعه، فعشان كذا انا احاول الان اني اطوله. بس بالنسبه للنعومه واللمعه اللي تشوفوها بعد هذا الماسك فوريه، انا اقول لكم اياها فوريه. الماسك جدا ممتاز، انا الان صار لي مستمره عليه حوالي 4-5 شهور تقريبا، في الاسبوع من مره لمرتين ضروري اسويه، ومش انا لوحدي بس كمان اسويه لإيلين. فالماسك جدا ممتاز. الان راح اخذكم عشان تشوفوا طريقه تحضير الماسك. سو اول شيء راح تحتاجوه هو موز مجمد، ضروري انكم تجمدوا الموز، لانه لو حطيتوا الموز وهو ني راح يعلق بشعركم، حتى لما تاخذوا الشاور راح يكون معلق بالشعر، فضروري انكم تجمدوه قبل ما تستخدموه في هذا الماسك. راح نحتاج كذلك الى حبتين بيض، انا احط الصفار والبياض مع بعض. وكمان راح نحتاج مايونيز، طبعا الكمية على حسب طول شعركم على حسب كثافته، اذا بتسويه انت واختك انت وامك فالكمية انتو تحددوها. راح احتاج كمان زيت الزيتون، راح احتاج الى الافوكادو، هذا سر الوصفة، الافوكادو جدا ممتاز للشعر، بس اذا ما عندكم زي ما اقول انا دايما مو ضروري. راح نحتاج الى زيت جوز الهند، وكمان راح تحتاجوا عسل. بالنسبة للزيوت، الزيوت اللي تبغوها، الزيوت الموجودة عندكم في البيت تقدروا تستخدموها. بالنسبة لهذا الزيوت اللي كان موجود عندي، عندي زيت جوز الهند، عندي زيت الثوم، وكمان في زيت الثوم انا قطعت شرائح من الثوم وشرائح من الفلفل الاخضر الحار. طبعا زي ما هو معروف ان الفلفل والثوم يساعدوا على تكثيف الشعر وزيادة طوله. طبعا الريحة ما حكي لكم، الريحة حفلة، بس معلش يعني الجمال يحتاج الى تضحية زي ما يقولوا، فعادي يعني حطوا الماسك وتطمنوا انه الريحة راح تروح، بس اهم شيء تغسلوه مرتين. عندي هنا زيت اللوز الحلو، وعندي هنا زيت الكرامبري، صراحة مش عارفة بالعربي ايش اسمه، بس هو زيت الكرامبري، هذا الزيت ممتاز لتطويل الشعر. وكمان عندي هنا زيت الارغان، طبعا زيت الارغان جدا 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 ممتاز للشعر، يساعد على تغذية الشعر ويجدده. عندي هنا زيت الفلفل الحار، زي ما انتم شايفين الزيت عبارة عن نار وشرار، طبعا بس لا تخافوا لانه ما يحرق الفروه بالنسبه لي، لكن انتم لازم تجربوا وتشوفوا اذا عندكم تحسس من اي مكونات. وعندي هنا زيت هذه النبته اللي اسمها بالروسي كرابيفا، طبعا هذه النبته جدا ممتازه للجلد للشعر للوجه، بالوطن العربي مش متاكده ان هذه النبته موجوده. زي ما قلت لكم انتم تقدروا تستخدموا اي زيت عندكم موجود في البيت، انا بالنسبه لي هذا الزيوت اللي كانت متوفره عندي، وزيت الكرابيفا جدا ممتاز لتطويل الشعر وتغذيته. الآن راح نحط كل المكونات بالخلاط وراح نخلطها جدا 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 كويس عشان تنسجم المكونات ويطلع لكم زي حمام الشعر. تعرفوا حمام الشعر القوام بالضبط، الماسك راح يطلع زي حمام الشعر، ما يسيح على الرقبة، يكون متماسك، يعني أبدا أبدا ما تضطروا أنكم تمشوا بمناديل 24 ساعة وتمسحوا، لأنه لما أنا كنت أسوي زيوت لوحدها دائما لما الزيت يبدأ يدفى بسبب فروة الرأس ويصير شويه دافي يبدا يسيح على الرقبه على العين على الوجه، فدائما كنت امشي مع المناديل. لكن ايش الحلو في هذا الماسك انه جدا متماسك وقوامه ممتاز، فخلاص تحطيه مره واحده تلبسي البلاستيك هذا اللي على الشعر وخلاص تكوني قاعده ساعتين ثلاث ساعات، يعني قوامه يساعد انك حتى تحطي الماسك. اوكي حان وقت الاهتمام بالشعر، زي ما يقولوا تاج المراه هو شعرها، صح ولا لا؟ والله ما ادري. المهم الان راح احط الماسك، طبعا ضروري انكم تسووا مساج للفروه عشان لما تسووا مساج للفروه يتغلغل الماسك بطريقه افضل ويغذي الفروه، لان الفروه هي اساس الشعر، اذا كانت الفروه سليمه راح يكون الشعر سليم. فلما تسووا الماسك ضروري كمان تسووا مساج عشان تنشطوا الدوره الدمويه، وزي ما قلنا فوائد الدوره الدمويه انها تساعد سواء للبشره سواء للشعر الفروه، انها تساعد على تكثيف الشعر وكمان تساعد على تطويل الشعر وكمان تساعد انه تفتح مسام الفروه عشان يتغلغل الماسك بطريقه افضل وتستفيد منه الشعر والفروه بنفس الوقت. المساج جدا 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 ضروري، ممكن تاخذي
10 دقائق تسوي فيها مساج عادي. اوكي، وبعد ما خلصت وسويت مساج للفروه وحطيت الماسك، تاكدت انه وصل من الجذور للاطراف. طبعا هذا الماسك حطوه على كامل الشعر. راح ناخذ الكيس، راح ناخذ كيس بلاستيكي، اي كيس عندكم. انا عندي هذا القبعه الخاصه للشعر، هذا استخدام واحد، فيه كمان قبعه اللي تقدر تستخدموها عده مرات. طبعا بعد ما حطيت الكاب راح اخليه على شعري من ساعتين لثلاث ساعات، ممكن تخلوه 4 ساعات اللي يريحكم. انا بالنسبه لي خليته ساعتين. ولما تغسلوه اغسلوه مرتين بالشامبو، لانه انا لاحظت لما تغسلوه مره واحده لسه شويه ريحه الثوم تبقى بالشعر، فغسلوه مرتين وبعدها انا اضمن لكم انه ريحه الثوم كلها تروح تماما. شوفوا الان راح اسوي مويه ورد طبيعيه. طبعا عندي هذه الورده صار لها 3 ايام تقريبا، وزي ما انتم شايفين خلاص صارت ناشفه، فمستحيل ارميها. انا هذه الحركه دائما اسويها مع الورود، لما الورده تخرب انزل البتلات. اوكي، طريقه جدا سهله، لكم موية ورد طبيعية 100% بدون أي إضافات، ممتازة جدا في تصغير المسام. فوائد موية الورد كثير، ومن أهمها أنه يحافظ على درجة حموضة البشرة. يعني لما تستخدموا صابون كثير وغسولات الوجه، يعني البشرة تنشف والحموضة تتغير. فموية الورد مرة ممتازة أنها تحافظ على درجة الحموضة الطبيعية للوجه، وكمان تقلل من تهيج البشرة وإحمرارها. إذا عندكم إحمرار ومناسبة ووجهكم محمر، فموية الورد ممتازة أنه يقلل هذه الأعراض من تهيج وإحمرار. كمان تحد من مشكلة حب الشباب، إذا كنت تعانوا من حب الشباب كمان موية الورد ممتازة، لأنها تزيل الزيوت الزائدة من الوجه، كمان أنها يعني تقلل من نمو البكتيريا التي تسبب في ظهور حب الشباب. كمان يزيل التجاعيد ويشد البشرة، ويعتبر من مضادات الأكسدة الممتازة للبشرة. فشفتوا هذه الفوائد كلها، يعني إيش راح يمنعنا إنه ناخذ ورد زي كذا اللي كنا أصلا حنرميه ونسوي منه موية ورد بأبسط الطرق. أوكي، نحط عليه البتلات كلها ونحط عليه موية حارة، ما نحط كثير لأنه نبغى التركيز ماء الورد يكون عالي، يعني ما يكون كله موية. خلاص حشغل النار عليها، وأول ما تبدأ تغلي وأشوف الموية لونها تغير، خلاص بهذه الطريقة أعرف إنه صار جاهز. وطبعا نخليه في القدر 2-3 ساعات، ممكن تخلوه ليلة كاملة عشان تضمنوا إنه كل فوائد الورد نزلت في الموية. وبعدين نحطه بالبخاخ ونحفظه بالثلاجة، نحفظ لمدة أسبوع، تستخدموه أول ما تصحوا الصباح قبل النوم تبخوه على وجهكم، ممتاز جدا جدا عن تجربة شخصية. شوفوا موية الورد بعد ما خليتها تقريبا 2 ساعة، بعد ما غليت وطفيت النار عليها وخليتها زي ما هي 2 ساعة. الآن راح أخذ علبة، هذه عندي علبة البخاخ كذا الصغيرة، وراح أنقل السائل هذا شوفوا العلبة. ما شاء الله، توقعت اني هسوي حوسة بس لا، طلعت سنعة. اوه كان يبين ولا لا؟ اوكي، هذا هو بخاخ موية الورد بأقل التكاليف. يعني خلوا زوجكم اي احد يجيب لكم وردة ولا ترموها، استخدموها عشان تسووا موية ورد طبيعية 100%. طبعا الفوائد موية الورد شيء يعني خيال البشرة، عشان كذا حاولوا تعتنوا ببشرتكم، ومو لازم انكم تروحوا صوالين وسبا عشان تسووا تنظيف للبشرة، ممكن في البيت بأبسط الطرق زي ما وريتكم. وهذا موية الورد، يا ربي حتكفيني مدة طويلة. طبعا اللي بقي هنا ما راح ارميه، راح اسويه في قوالب من الثلج، عشان كمان الثلج مرة كويس للبشرة. سو الان وقت الشاور، وضروري مرة في الأسبوع أنكم تسووا تكشير وسكراب للجسم عشان تشيلوا الجلد الميت وتتخلصوا منه. راح استخدم هذا الجلابس، هذا مرة يساعد أنه تسوي صنفر الجسم. في فرش، في جلابس اللي يريحكم. أنا بالنسبة لي أحب استخدم هذا الجلابس لأنه يكون سهل، ومعه أحب استخدم هذا السكراب. هذا سكراب جدا جدا ممتاز. طبعا تقريبا هذه العلبة الثالثة، من كتب ما حبيته أدمنته. طبعا هذا سكراب طبيعي 100% من الأعشاب، وهذه الأعشاب أول ما يطلعوها من التربة يعني على طول يصنعوا منها هذا السكراب. يعني حتى الأعشاب نفسها مو جافة ولا مخزنة عندهم، فهذا السكراب طبيعي 100%، والأعشاب اللي فيه برضو
مصنوع بعد القطف على طول. هذا هو يجي زي كذا قريب مخلص. هو حتى ريحته مرة كذا، ريحته زي اللافندر بالضبط، بس مو مكتوب انه في لافندر. طبعا يجيكم مرة خشن، وهذا الافضل انكم تستخدموا نوع خشن للجسم. طبعا الوجه ما يفضل تسوي سكراب كثير، يعني مرة في الأسبوع جدا كافي، بس للجسم ممكن مرتين في الأسبوع. أنا أفضل عن نفسي مرة في الأسبوع. شوفوا الحبيبات كيف، هذه أعشاب مع سكر. وبعد ما خلصت الشاور رطبت جسمي بهذا، هذا الزيت بس على شكل سبراي كذا، فسهل ما يحوس الدنيا ولا شيء، بس كذا تبخه وينزل هذا الزيت. وكمان استخدمت معاه هذا اللوشن، ريحته تجنن تجنن تجنن، ريحته فواكه على لبان ما ادري كيف. كمان من اورجانيك شوب، هذا ممتاز لانه عضوي وطبيعي 100%. ضروري بنات جدا انكم ترطبوا جسمكم بعد الشاور، خصوصا اذا سويتوا سكراب كمان. وكمان ضروري اذا تقشروا وجهكم او شفايفكم ضروري الترطيب سواء للوجه او الشفايف. انا رطبت شفايفي بهذا الليب بوم برضو من اورجانيك بلانيت، مره ممتاز ويرطب. ممكن تستخدموا اي مرطب، اهم شيء يكون سميك كذا عشان يرطب كويس. طبعا خلاص خلصت من الشاور، خلصت من الترطيب وكل شيء. الان راح انشف شعري بالاستشوار بس هواء، لانه عندنا برد ما احب يكون شعري متبلل. فراح استخدم ضروري التيرمو هذا اللي يحفظ الشعر من الحرارة الاستشوار او المكوى. هذا الشيء اساسي لانه مسكين الشعر دائما ينحرق استشوار او فير او ويفي. هذا شو اسمه ده، المهم كل ما تسرحوا شعركم بالات حارة ضروري انكم شو اسمه تسووا هيت بروتكتور. وعلى بال ما استشور شعري اخر خطوة راح استخدم هذا الماسك، عندي من سيفورا اخذته اذا تذكروا فلوق الجمعة السوداء لما رحنا المول لقيت على تخفيض هذا الماسك من سيفورا، بوستر جلو بوستر، يعني يعطي نضارة ولمعة للبشرة. فهذه حتكون اخر خطوة بالنسبة للعناية بالوجه. صراحة انا احب اسوي ماسكات كثير، يعني افتكر كان في ايام كنت اسوي 10 ماسكات في يوم واحد. اوه واو شوفوا كيف شكلها زي القصدير، اوف ريحتها تفتح النفس والله رهيبة. اول مرة استخدم شيت ماسك بهذا اللون، فاقول لكم كان في ايام تمر علي كنت احس بالطفش لدرجة اني كنت اسوي 10 ماسكات في يوم واحد، متخيلين؟ يعني اخر الليل خلاص بشرتي، او سوري انا مو على الكاميرا، فخلاص اخر الليل كان بشرتي لونها احمر. ما ادري عندي ادمان للماسكات، بس لما كنت اروح الصوالين واسوي لي تنظيف بشره وكذا ما يسووا ماسك واحد، برضه هم يسووا على الاقل 3 ماسكات. ماسك نمبر 3، رعب نمبر 3. او بس اول مره صراحه اجرب ماسك زي كذا زي القصدير، بس ريحته تجنن وشكرا من جد يرطب. واحتاج انا بعد الشاور والسكراب وهذا احتاج ماسك ترطيب، فعلى بال ما هذا يسوي مفعوله خليه 15 دقيقه راح انشف شعري بالهواء. اوكي وشلت الماسك ومسجته. ضروري هذا الشيب ماسك بعد ما تخلصه كذا بحركات دائرية تمسجه عشان يتغلغل المحلول بالبشرة. ونشفت شعري بالاستشوار، شوفوا بس هواء ما سويت له ولا شيء، بس واضح لكم قد ايش في، ما ادري اذا واضح لكم، انا واضح لي انه في لمعة صارت في الشعر. انا الاطراف عندي تعبانة بس هنا يعني احسن، الروتس الاطراف هذه يمكن انصبغت خلال السنه هذه مليار مره بدون مبالغه يعني. فالمهم الان ايش راح اسوي؟ عندي هذا بخاخ فيتامين للشعر، فيتامينات هو للشعر، احب ابخه على الشعر بعد ما خلاص يعني يكون ناشف كذا، يعطي ريحه مره حلوه للشعر. واخر شيء راح استخدم هذا اللي تحت العين، هذا زي الرولر يشيل الانتفاخ. طبعا تحفظوه بالثلاجه يكون بارد ويشيل الانتفاخ تحت العين، السواد تحطوه فوق العين وعلى الجفون. طبعا هذه المناطق كمان من المناطق اللي تتجعد بسرعة وتبين العمر، فضروري اهتمام خاص. ليش؟ لان احنا دائما كمان يعني نسوي مكياج على العين ولما نشيله، فلما نشيله ساهم انه يطلع لنا تجاعيد بطريقة اكثر. ماء الورد قديش احبه، راح استخدمه الان. كمان احفظوه بالثلاجة عشان ما يخرب.
الله الله، حتى الريحة تحسوها يعني شيء طبيعي، مو زي ماء الورد اللي بتشتروه من المحلات. اوكي، بعد ما خلص من موية الورد، الان اخر خطوة نسويها انه ضروري نمرر ثلجة على وجهنا، لانه تتذكروا الموية الحارة اللي سويناها والشاور وكل هذه الاشياء فتحت المسام، وحتى موية الورد تفتح المسام، فضروري ان احنا نقفل المسام عشان ما تتجمع فيها الاوساخ وكذا. ضروري ضروري تقفل المسام. والثلج يعني لا احكيكم فوائده للبشرة، لا تعض تعض، لا تعض ولا تحصى. تحت العين كمان ممتاز، يقفل المسام، يساعد على تدفق الدم، ولما الدم انت شوفوا بشرتي قاعدة تحمر، فلما البشرة تحمر هذه اشارة جدا ممتازة، لانه يتدفق الدم، ولما يتدفق الدم للبشرة معناته هذا الدم يكون محمل بالأكسجين، محمل بالكولاجين، محمل بكل الأشياء الكويسة إن البشرة تتغذى من الداخل، وكمان يمنع طلوع التجاعيد ويشدها ويعطيها نضارة ويقفل المسام. خلاص الثلج كذا اختفى من يدي، فزي ما انتم شايفين كيف البشرة الآن حمرت، بس هذا شيء طبيعي. بس ضروري قبل يعني لما تسوي بخار الوجه او لما تفتح المسام ضروري انكم تقفلوه بالثلج. اوكي، ف يس اليوم الدلع او سبا داي ما يكمل بدون شاي اللافندر. عندي هنا شاي اللافندر، طبعا ريحته لوحدها استرخاء. فالطريقه جدا سهله، تاخذوا من اللافندر الجاف تحطوا حوالي ملعقتين كبار وتحطوا عليه موية وخلاص، تخلوه حوالي 10 دقائق كده عشان كل عشان يتنقع مظبوط وكل فوائد اللافندر تنزل بالموية. ما ادري اذا فهمتوا قصدي. ممتاز جدا لتهدئة الاعصاب والاسترخاء، وكمان يساعد على النوم. وآخر فقرة للاسترخاء، خلاص هنا جاء الاسترخاء الحقيقي اللي هو أقعد وما أسوي ولا شيء. ضروري الديفيوزر بأكيد، ما نستغنى عن اللافندر. والآن حان وقت الاسترخاء. سبا داي في البيت، يعني ضروري يا بنات تدلعوا نفسكم يا امهات، انتم تستاهلوا هذا الشيء، انتم تتعبوا كثير مع الاطفال، مع الدراسه، مع الزوج، مع تنظيف البيت، مع اشغالكم، فانتم تستاهلوا هذه الراحه. خصصي لك ساعتين بس في الاسبوع تسوي فيها ماسكات، تهتم بنفسك، تقرا كتاب، تسوي يوغا، تريحي اعصابك، لانه انت لما تكوني مرتاحه وتكوني يعني تحسي نفسك حتى واثقه من نفسك اكثر، تحسي بارتياح، تحسي انك تقدري تعطي لعائلتك اكثر. اذا انت كنتي مرتاحه صدقيني عائلتك وكل احبابك واهلك راح يكونوا مرتاحين، لانك لما انت تكوني حاسه نفسك يعني اعطيتي نفسك وقت، قدرتي نفسك، اهتميتي بنفسك، بهذه الطريقه انت تقدري تعطي للاخرين. الحريم معرضين لارتفاع ونزول حاد في الهرمونات، فهذه كمان يساهم في يعني انقلاب في النفسية، فزي ما انتم فاهمين علي. عشان كذا دائما ضروري تسوي لنفسك اجواء استرخاء وراحة، واذا ما دلعتي نفسك يعني مين راح يدلعك؟ قولي لي بالله مين راح يدلعك؟ ما حد راح يدلعك، فانت اولى بنفسك عشان تهتمي بنفسك وتدلعي نفسك، وانت تستاهلي انك تدلعي نفسك. وبس اكون اتمنى اني وصلت لكم جزء او رساله بسيطه عن الاهتمام بالنفس. مش لازم تروحي صوالين وتخسري فلوس كثير وعشان تدلعي نفسك وتحسي انك امراه، ممكن في البيت بابسط الاشياء، باقل المجهود، بابسط المكونات، تسوي لك اي ماسك، تهتمي بشعرك، حتى لو بس قعدتي كده 10 دقائق بدون ما تفكري بشيء راح يكون بالنسبه لك يعني راح يكون كافي جدا انه يغير من نفسيتك. كده نكون وصلنا لنهاية الفلوج، أتمنى أنكم انبسطتوا واستمتعتوا، وإذا عجبكم الفلوج لا تنسوا تسووا لي لايك، وإذا تبغون أسوي لكم أشياء زي كذا أكثر اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وبس إن شاء الله تكونوا انبسطتوا، أنا جدا انبسطت بالفلوج وجدا استمتعت بالتصوير، على الرغم إنه كان شوية متعب، بس أحب أوصل رسالة لكل البنات اللي تابعوني إنه يهتموا بنفسهم. وبس أشوفكم إن شاء الله بفلوج ثاني، ودسي دانيا. يا 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 يا
يو 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 يو